نريد ثمار الفراولة. شكراً لك يا أخي، بالهناء والشفاء. الله، كم هي لذيذة. حمص لذيذة. هل تريد منها يا حمص؟ ثمار حمص. خذ يا صديقي. ماذا فعلت يا صفية الدين؟ أوقعت بك، أوقعت بك. حرام عليك، ما ذنب هذا المسكين؟ ماذا يجري هنا؟ لماذا يصرخ حمص؟ أرني يدك يا صفي. ها هي يدك الأخرى. فلفل حار. كنت أمزح مع حمص. هذه قسوة شديدة، أنت معاقب، محروم من اللعب والنزهة والحلوى حتى تتعلم الأدب. كل هذا لأجل ببغاء؟ إياك أن تنطق بكلمة أخرى. اذهب إلى غرفتك. هل يرضيك ما فعلته أمي معي؟ نعم، يرضيني تماماً. ألا تحبني يا جدي؟ بل أحبك كثيراً، لهذا أحرص على أن تنال عقابك. كل هذا من أجل حمص. اسمع يا صفي، ستكون في يوم من الأيام رجلاً مسؤولاً، وقد تصبح حاكماً على رعية كبيرة، فلا يصح أن تظلم الضعفاء وتستقوي عليهم. فهمت يا جدي، ولن أعود لمثل هذا الخطأ. هل سمحتني؟ على المظلوم أن يسامحك أولا. آسف يا حمص، معي لك حبات الفستق اللذيذ. فلفل؟ لا فلفل. لا تخف يا حمص، سآكل واحدة أمامك. مذاقها طيب. حمص طيب، فلفل؟ لا. هل ستعفو عني يا جدي وتسمح لي بسماع القصة معكم؟ بشرط أن توافق أمك. كان تصرفه قاسياً ولا يليق بأمير. معك كل الحق، ولكنه في النهاية طفل، وأظنه قد نال ما يكفي من العقاب. حضرة القاضي يتعامل بعاطفته؟ ربما. ألا يجوز للقاضي أن يكون إنساناً عادياً مع أحفاده؟ بالطبع، هذا حقه. لقد وعدني صفي الدين ألا يكرر هذا الخطأ، وأتمنى أن يكون صادقاً في وعده. أمرك يا أبي، هيا إذن إلى العشاء. لقد أعدت وديدة الأصناف التي تفضلها. الحمد لله رب العالمين. بالهناء والشفاء يا سيدي. أحسنت يا وديدة. القصة يا جدي. ماذا جرى لطعمة سارق الدرع؟ أمهلا جدكما وقتاً للراحة. لا بأس، أين توقفنا؟ عندما أنزل الله قرآناً يكشف حقيقة السرقة، وظهرت براءة زيد اليهودي. وجد طعمة نفسه محاصراً، وليس بوسعه أن ينكر ما فعل. ارتد طعمة عن دين الله، وقرر أن يهرب إلى مكة ليحتمي بكفارها. ألا يوجد معك قليل من الماء يا عابس؟ معي يا سيدي، ولكن الطريق ما زال طويلاً، وأفضل أن تقتصد في شرب الماء. كيف في هذا الحر الشديد؟ لعلك إذا رفعت اللثام عن وجهك قل شعورك بالحر. لا، الحر أفضل من أن يرى الناس وجهي. لا تخشى شيئا يا سيد طعمة،
أنا مثلك أعادي محمداً وأصحابه، ولهذا اخترتك أن تكون دليلي يا عابس. إلى أين نذهب في مكة يا سيدي؟ لا أدري، كل ما أعرفه أن المدينة لم تعد مناسبة لي، ولو بقيت فيها ليلة واحدة لقطعوا يدي. لا تخش شيئاً، أعرف مكاناً في مكة سيرحب بك غاية الترحيب. ها قد وصلنا يا سيد طعمة. أمتأكد أنت من ترحيب أهل الداربي؟ سترى بنفسك. السيدة سلافة بنت سعد من سادات مكة. أهلا بك وبضيفك يا عابس. السيد طعمة ارتد عن دين محمد وجاء يحتمي بك. أهلا بك يا أخ العرب، انحروا الذبائح لضيفنا الكريم. عجيب، أنت لم تعرفيني من قبل يا سيدتي. يكفي أنك تعادي محمدا وأتباعه، لقد قتل المسلمون ولدي في يوم أحد، ولن يهدأ لي بال حتى آخذ بثأرهما. إذن أعينك على أخذ الثأر، ولكن للأسف ليس لدي مأوى. تسكن عندي على الرحب والسعة، هذه الدار مفتوحة لكل من يحارب الإسلام والمسلمين. أهلا بإخوتي في الله ياسر ومبشر. أهلا بالرجل الكريم، لقد تصورنا أنك ستتنكر لنا بعدما فعلناه لصالح أخينا طعمة. عفى الله عنا وعنكم. لقد سكتنا عن الحق خوفا من أن تشتعل الفتنة بين القبيلتين. لننسى انتماءنا للأوس أو الخزرج، جاء الإسلام ليجعل الناس جميعا سواسية كأسنان المشط. معك حق يا قتادة، أعلمتم بما جرى لطعمة؟ تقصد ارتداده عن الدين وهروبه من المدينة؟ بل أقصد القرآن الذي نزل فيه ليقر أنه من المشركين، وأنه قد أغلقت في وجهه أبواب الرحمة. متع نظرك يا طعمة برؤية عذاب المسلمين. أنا لا أجد متعتي في الوقوف تحت سطح الشمس أشاهد عذاب مجموعة من الحبيب. ألا يشفي هذا غليلك؟ لست مغلولا يا سلافة، أنت تحاربين المسلمين لأنهم قتلوا ولديك في الحرب، بالنسبة لي الأمر مختلف. لا أفهمك. أنا لم أطق تكاليف الإسلام، صوم وجهاد ومشقة وامتناع عن السرقة والخمر وغيرها من المتع. إذن أنت تعبد هواك. لست مشغولا بفكرة العبادة من أساسها. وما الذي يشغلك إذن؟ الاستمتاع بالدنيا في كل لحظة نحياها. تفكر بطريقة عجيبة يا طعمة، من الواضح أن كل منا يسير عكس الآخر. هذا ما كنت أريد أن أحدثك فيه. لقد قررت أن أغادر مكة وأبحث عن حظي في مكان غير هذا. لك ما تريد يا طعمة، لتحفظك الآلهة العوالي. لتحفظ الآلهة العوالي نفسها، أما أنا فيكفيني الذهب والفضة. عندك؟ إلى أين تذهب يا رجل؟ أليست هذه سفينة تقل الركاب؟ ولكنها ليست بالمجان، السفر مقابل 5 قطع من الذهب. خذ، هذه هي الأجرة كاملة. هيا دعني أمر. ألا تسأل أولا عن وجهة السفينة؟ سأذهب معكم إلى أي مكان،
لا يوجد في مكة بحر ولا في المدينة، لهذا أسافر وأنا مطمئن. السفر لا يشمل تناول الطعام، إذا أردت طعاماً تدفع 3 قطع أخرى. هاهي، تفضل. وقطعتين لشرب الماء. لا، لن أدفع، يكفيك ما أخذت. ليكن، عندما تظمأ ستشرب من البحر. هيا استعدوا للإبحار. أهلا بك يا عابس، هل من جديد؟ أتيت أسأل عن طعمة. لم تعجبه حياتنا فرحل عنا. إلى أين؟ لست أدري. لقد كان مدينا لي بقطعتين من الذهب أجري كدليل له في سفره من المدينة إلى مكة. ولماذا لم تأخذ منه أجرك عندما أوصلته إلى هنا؟ طلب مني مهلة ليبحث عن عمل، واليوم نهاية المهلة. اهدأ، لقد ساعدني بعض الوقت، لهذا سأدفع لك بدلا منه. هذا من كرمك يا سيدتي. ماذا؟ أين ذهبت نقودي؟ ابحثي جيداً، لعلك وضعت النقود في مكان آخر. لا أضع نقودي إلا في هذا الصندوق، كان فيه سرة مملوءة بالذهب والفضة. لتعوضك الآلهة العوالي يا سلافة، وتعوضني. الآلهة العوالي، الآن فهمت. لتحفظ الآلهة العوالي نفسها، أما أنا فيكفيني الذهب والفضة. فهمت ماذا؟ لقد استغلنا طعمة وسرقنا نحن الاثنين. لم يولد بعد من يسخر من القبطان خلاف أو يحاول سرقته. عن أي شيء تتحدث يا رجل؟ لقد فقدت خنجري المرصع بالأحجار الكريمة، ويجب أن أفتشكم جميعاً. كيف تجرؤ على توجيه هذه الإهانة لسادة مثلنا؟ لا لا، أنا لا أسمح لك. سأفتش متاعكم وسأبدأ بك أنت. لن أسمح لك أبداً. توقفوا، توقفوا. ما هذا؟ ها؟ الخنجر كان في داخل سرة النقود. أمر عجيب، ربما انزلق من حزامك مع حركة الأمواج. انزلق من حزامي مع حركة الأمواج ودخل في سرة نقودك وأغلق على نفسه. ماذا تقصد؟ أنت لص، واللصوص في البحر ليس لهم سوى عقاب واحد. هل ستقطعون يدي؟ لا لا لا، لسنا بهذه القسوة، بل سنقذف بك في البحر. لا لا، أرجوك، أنا لا أجيد السباحة. عندك من الوقت ما يكفي لكي تتعلمها. هيا نفذوا الأمر. لا أرجوكم، أرجوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هل غرق طعمة يا جدي؟ لقد أورد لنا التاريخ 3 نهايات للقصة، واحدة منها غرق طعمة في البحر. وما هي النهاية الثانية؟ يقال إنه كان يسرق بيتا في مدينة الطائف، فسقط جدار البيت فوق رأسه، فكان الجزاء من جنس العمل. وما هي النهاية الثالثة؟ قيل إنه عاش في مكان يسمى حرة بني سليم، وظل يعبد فيه صنماً حتى مات. ولماذا اخترت هذه النهاية يا أبي؟ لأنه غرق بالفعل، حتى قبل أن ينزل في الماء يا سلمى، غرق في المعصية واستحلال الحرام.
وهلك بالبعد عن طاعة الله ورسوله.